وإلى إقليم جيرا، حيث تم مؤخرا افتتاح مركز لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمدينة مانغو حاضرة الإقليم من قبل الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيا المعلومات. المناسبة كانت بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين بالمنطقة. تقرير أحمد آدم. تسعى الحكومة التشادية لتوفير سبل الاتصال المختلفة للمواطن وتطوير تكنولوجيا الاتصال والإعلام واحدة من ميادين العمل. من ذلك يأتي بناء المركز الأهلي متعدد الوسائل للاتصال والإعلام لمدينة مونغو كنموذج لهذه الجهود. فحفل افتتاحه ترأسه الأمين العام لوزارة البوستة والتكنولوجيا الحديثة للاتصال بحضور حاكم إقليم جيراء والمدير العام لوكالة تطوير تكنولوجيا الإعلام والاتصال أداتيك، الجهة المكلفة من قبل الحكومة لتطوير القطاع ووضع استراتيجية وتحديد الحوجة العامة لمؤسسات الدولة في قطاع الاتصالات ومواكبة البشرية في ظل الثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم. المناسبة شهدت عدة تداخلات، فبعد الكلمة الترحيبية التي قدمتها عمدة مدينة مونغو تحدث المدير العام لوكالة أداتيك آدم عبد الرحمن أنو وأشار إلى العمر الصغير لهذه المؤسسة، حيث جاءت لتصاحب الحكومة وتساعدها في جعل التكنولوجيا الاتصال الحديثة واحدة من قوة التطور الاجتماعي والنمو الاقتصادي للبلاد، وتساهم في دعم كفاءات الأفراد والإدارة العامة تحويلهم إلى الرقمية. وحاكم إقليم جيراء محمد علي حسبلة أثنى على الاهتمام الذي أولته الحكومة للأقاليم المختلفة لتطوير التكنولوجيا فيها، وافتتاح هذا المركز هو هدية للشباب والمواطنين بصفة عامة لتطوير قدراتهم في هذا المجال الذي أصبح ضرورة يتطلبها العصر. وتمنى أن يعود تسيير المركز لأبناء المنطقة حتى تعم الفائدة. وفي الكلمة الافتتاحية التي قدمها ممثل وزير البوستة والتكنولوجيا الحديثة للاتصال قال أن مركز مونغو هو أول مركز يفتتح في هذا الإطار، ويعتبر تنفيذ لوعود رئيس الجمهورية بمد كل عواصم الأقاليم بمراكز متعددة الوسائط للاتصال والإعلام وجعل تشاد محور دولي في هذا المجال. وهذا الافتتاح الذي يجيء في الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الدولة قد يساعد الشباب في تنمية مواهبهم. وتم قص الشريط رسميا لافتتاح المركز، والذي يضم بجانب مكاتب الموظفين صالة للمقهى الإلكتروني وصالة اجتماعات ودروس وصالة للتخزين المعلوماتي، إضافة إلى ميدان للراحة. مركز مدينة مونغو تشرف عليه وكالة تطوير تكنولوجيا الإعلام والاتصال أداتيك، التي تم تأسيسها بموجب المادة 12 للآم 14 و2000 لتعمل في مجال تطوير قطاع التكنولوجيا الاتصال الحديثة في تشاد، وهي تابعة لوزارة البوستة.